السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على إزاي تعمل باور لنمبر using a divide and conquer technique. طيب المشكلة الأساسية عندي إيه؟ إن أنا لو بقول لك اعمل لي 2 باور، خلينا نقول 15 زي ما هي قدامنا، فأنت هتعمل إيه؟ هتضرب الاتنين في نفسها 15 مرة، تمام؟ تفضل بقى تضرب، تعمل فور لوب من 1 ل 15، وتقعد بقى تضربها في نفسها. لا فوق 2 باور مليون، هتعمل فور لوب وتقعد تضرب الاثنين دي في نفسها مليون مرة، تمام؟ دي الطريقة اللي ايه البسيطة اللي كلنا بنشتغل بيها. قال لك لا، انا ممكن استخدم ديفايد اند كونكر، تمام؟ طيب قال لك هتعمل ايه؟ قال لك انا ماشي عندي دلوقتي دل 2 باور 15، مش انا ممكن اقسم ال 2 باور 15 دي ل 2 باور 7 تايمز 2 باور 7 تايمز 2 وجمع دي مثلا 2 دي باور 1 دلوقتي، فبالتالي ال 1 زائد 7 ب 8، 8 زائد 7 ب 15. طيب وبعدين مش ال 2 باور 7 دي اقدر اقسمها ل 2 باور 3 في 2 باور 3 في 2 ال 2 دي باور 1، فبالتالي 3 زائد 1 ب 4، 4 زائد 3 ب 7، وهكذا لحد ما اوصل ان انا عندي كل اللي جاي من تحت ده اللي هي البيس كيس بتاعتي 2 بار 1. 2 بار 1 ملهاش لازمه ان انا اقسمها لان هي 2 بار 1 ب 2. وبعدين انا كده عملت ديفايد للمساله بتاعتي، اعمل بقى كونكر عن طريق ان انا اضرب النواتج او اللي انا قسمتها دي كلها في بعض، تمام كده؟ تمام، اظن انك لقطت الفكره بشكل عام، يعني انك عمال تقسم الباور ده لنصين، لباور اصغر منه والباور اللي اصغر منه ده بتقسمه لنصين كده يعني. طيب زي ما اتعودنا بقى، خلينا نشوف الاناليسس بتاع هذه الفكره. ادي ده الكود قدامك. الكود طبعا احنا مش جايين نبص للفكره او ازاي نطبق الكود ده، احنا جايين نعمل اناليسس. الفانكشن اسمها باور، فبالتالي انا هنا بعمل ريكيرجن لباور دي. طيب في الريكيرجن ده انا ببعت قد ايه من المشكله بتاعتي؟ ببعت واي على 2 بالعقل كده، واي على 2 هي زي ان على 2 كده. ليه؟ لان انا مثلا بقول لك دلوقتي 2 باور 6، فبالتالي انا هقسمها لايه؟ 2 باور 3 و2 باور 3، اوكي؟ فبالتالي انا بقسم المشكله بتاعتي نصين زي ما كنت بقسم الاري في الباينر سيرش كده 2 وفي الميرج سورت والكلام ده كله. فبالتالي ايه؟ انا زي ما قلت لك ببعت ان على 2 او واي على 2 ايا كان الرمز يعني. طيب بنادي على الريكيرشن كام مره؟ بنادي على ريكيرجن مره واحده بس. دي ايه الاسئله دايما بسالها لنفسي عشان اطلع الايكويجن قدامي دلوقتي. فبالتالي اقدر اقول على الايكويجن دي ايه؟ تي اوف ان ايكوال كام؟ واحد، لان انا بعمل ريكيرجن مره واحده بس لتي، بباصي قد ايه من الاري ان على 2 لان انا ببعت نص المشكله، زائد جزء الكونكر بياخد قد ايه؟ جزء الكونكر بياخد 1 لان مفيش اي حاجه، واخد بالك؟ انا يا دوبك بضرب الحاجات دي في بعضيها، لا بلف على الري ولا بعمل اي حاجه، تمام؟ بس كده. وهقول لك ايه الحته دي في الكود كمان شويه، بس هركز معايا، بس هقول لك الكومبلكس دي بس نعمل الاناليسيس دلوقتي. فيبقى لوج ايه البيس بي بتساوي، طبعا انا عندي لوج 2 1 زي ما قلنا المرة اللي فاتت بتساوي 0، بالتالي ان باور 0 ولا هل هي بتساوي 1؟ اه بتساوي 1، 1 ده اللي هو الجزء بتاع الكونكر، وان باور 0 عشان طلع لنا 0 هنا، بالتالي اه بتساويها. يبقى دي الكيس كام؟ يبقى خلينا ننزل تحت بس عشان نكتب زي ما انت قلت بالظبط، كيس 2. طيب كيس 2 دي بتقول لي ايه؟ تقول لي اجابة، انا شايف الموضوع بالظبط زي الفيديو بتاع الباينري سيرش حرفيا يعني. بتقول لي ان الاجابه هتكون n باور log a البيس b مضروبه في log k بلس 1 n، فبالتالي log a بيس b بصفر، ف n باور صفر بواحد، فمش لازم اكتبها. log قلنا ال k بما ان مفيش جزء log هنا عندنا في الاجابه، الاجابه بتاعت الكونكر الجزء بتاع الكونكر ده مفيهوش اي log، فبالتالي ال k بزيرو، زائد واحد بواحد يبقى الباور واحد n، فبالتالي الإجابة هتطلع ثيتا اوف لوج ان، تمام كده؟ بس طيب بالنسبة للجزئية دي من الكود، هو الفكرة هنا إيه؟ الفكرة هنا إنك لو بتقسم اود نمبر،
تمام؟ يعني لو بتقول زي ده كده لازم تضرب الاود نمبر ده بعدها تقسمه 2، يعني انت كأنك بتطرح واحد من الاود نمبر ده اللي هو تخليه 14 فتقسمه 7 و7، وعشان الواحد اللي انت طرحته ده بتروح طارب في 2 كمان. لو كانت الرقم دي 3 كنت هتبقى هنا طبعا بتضرب في 3، تمام؟ قصدي تضرب في البيز نفسه يعني مرة كمان. طيب انما لو الرقم ايفن لا انت بتقسمه 2 بس، يعني لو الرقم 2 باور 8 فانت هتقسمه 2 باور 4 و2 باور 4، لما تقسمه 2 كمان هيبقى 2 باور 2 و2 باور 2 وهكذا. عشان كده هو بيجي كل مرة هنا يتشيك هل الرقم اود ولا ايفن عن طريق طبعا اللي احنا عارفينه اللي هو باقي الاسم. فلو هو اود فبيروح ضارب التمب في التمب، لو هو ايفن سوري لو هو ايفن بيضرب التمب في التمب اللي هو بيقسمه 2 بس يعني. انما لو هو اود بيضرب تمب في التمب وبعدين يروح ضربه في البيز نفسه، سواء بقى الرقم ده البيز اللي هو 2 باور 15 ان انا البيز بتاعي 2، ولا هو 3 باور 15 فالبيز بتاعي 3. اظن الفكرة مفهومة ومش صعبة يعني. بس كده. سبحانك وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.